احمد يا هيجا والتسديد جول، التسديد جول احمد حسن، احمد حسن جول كابتن منتخب مصر احمد حسن. الصقر المصري احمد حسن كابتن منتخب مصر ونجم النادي الاهلي فاز بجائزة افضل لاعب محلي في القارة الافريقية نظرا لما قدمه لعام 2010، فقد تألق عميد اللاعبين المصريين والذي تألق خلال عام 2010 بشكل مميز سواء مع منتخب مصر وقيادته في الفوز باللقب الثالث على التوالي أو باللقب الرابع له في تاريخه مع المنتخب المصري أو من خلال تفوقه مع النادي الأهلي خلال عام 2010. أحمد حسن قصة كفاح رياضية مشرفة استطاع أن يضع لنفسه طموحا وتألق من خلاله وحقق العديد من الإنجازات في تاريخه، فهو يعد أحد أفضل اللاعبين المحترفين في الخارج على مدار تاريخه الكروية. سماته الشخصية رسمت له الطريق نحو تحقيق ما يريد، ولما لا وهو يعطي في الملعب بفكر احترافي مميز للغاية وبمجهود ناشئ صغير يبدأ خطواته الأولى في بداية المشوار. الصقر المصري استحق أن يكون الأفضل في القارة الأفريقية. ألف مبروك اللقب وكل التوفيق فيما هو قادم، وأن يعود سريعا إلى المستطيل الأخضر من جديد بعد أن قطع أصعب مشوار في رحلة علاجه الأخيرة بنجاح باهر. مبروك للصقر المصري أحمد حسن. الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمة من عند ربنا، وما فيش طبعا غير ان انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى، لان الواحد دايما بياخد دايما ان هو بيجتهد وبيتعب وبيعمل اللي عليه، وفي النهاية اكيد ربنا بيتوج المجهود اللي الواحد بيعمله. فانا عايز اقول اني الحمد لله ده مشوار طويل، في الاخر ربنا الحمد لله كل مجهودي ان انا اكون افضل لاعب في القارة الافريقية، فده شيء اسعدني طبعا. ولكن في النهايه خليني اشكر كل من ساهم في الانجاز ده، لان انا بعتبره انجاز للشعب المصري كله، فخر لكل المصريين انك انت تفوز بجائزه كده. عايز اشكر كل زمايلي اللي ساهموا معايا، لان زي ما قلت يمكن انا قلت فوق ان كره القدم لعبه جماعيه، كل بيشارك فيها سواء جماهير سواء لاعبين سواء جهاز فني سواء اداره في النادي الاهلي. اكيد طبعا بشكر كل واحد ساعدني وكل واحد ساهم ان انا اوصل للجائزه دي. في منتخب مصر نفس الحكايه، من اقل عامل بسيط كله ساهم في الموضوع، لان احنا بنلعب لعبه جماعيه، وبدون الناس دي اعتقد ان ما كانش ممكن اوصل للجائزه دي. فانا بشكرهم طبعا وبشكر ربنا سبحانه وتعالى، وجائزه كبيره بهديها لكل اسرتي وبهديها الاهلي بالكامل، والحمد لله رب العالمين.